أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أرجو التوضيح والتنبيه في من يسب الحكام والعلماء في هذا الزمان أو يتهمهم بالكفر ويقول إن السكوت عن بيان الحق من نواقض الإسلام. هذا من إفرازات مذهب الخوارج. أنا قلت لكم أن الخوارج لهم أتباع الآن، مذهبهم اعتنقه كثير من الشباب هداهم الله، فيجب عليهم التوبة إلى الله عز وجل وإمساك ألسنتهم عن الكلام في الناس، لأن هذا من الغيبة. والغيبة إذا كانت لأهل العلم وولاة الأمور فهي أشد، لأنها تكون غيبة وتكون خروجا على ولاة الأمور، غيبة وخروج على ولاة الأمور، وخلع لعصا، خلع للطاعة وشق للعصا. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل. نعم.